طبعا ان انا لازم ابين الهيب جوينت والني مع في ده الكلاسيك. بس بيقول البيشنت طبعا بيجيب الاثنين تمام. احسن ايه اجيب الفيمر ولا ني؟ اجيب عايز الهيب ولا ني؟ تمام. هو دي بقى الكلوب يعني تمام. يعني هي فكره انا هاخد فيو تمام زي يعني اي بيزك فيو انا هاخده تمام. بس جيت مثلا خدت دي معايا لقيت الايه الفراكشر فوق. ما انا مش مجمعهم عندي مش عارف الفراكشر فين تمام. انا جبت مثلا جبت الني معايا ماشي وبعد كده الفراكشر فوق وقفت الفيلم ما يسيبش الفيلم كده. اقوم معايا بقى اقوم ايه مظبط اموري واخد ايه الهيد مع ايه مع الفيو تمام. الاي دي طبعا بيبقى البيشنت سباين الافكتد لمب بيبقى سنترلايزد تمام. بحاول اخلي الباتيلا مع فيما تمام. يعني اخلي العيان يعني هو طبعا العيان اللي هو نايم فيما الباتيلا بتقطع على بره شويه تمام. الصح طبعا ان ايه ان الباتيلا تبقى في السنتر بتاعي تمام. انترنال روتيشن شويه تمام. بس لو العيان في تروما او فراكشر هو على بعضه هو على تمام. الفيلم بتاعي بيبقى السنتر ريت بتاعي بيبقى عمودي تمام. طبعا بحاول يعني ان انا ايه اسنتره في النص تمام. زاويه 90 بيبقى عمودي مش حاجه. ده فيو عادي اهوت. هو طبعا يعني ايه هو معاه جاي للباتيلا الفيلم لوكيشن وطبعا في طاقيه هناك فهو حاطط ايه يعني في سراوند جنبه عشان ايه ما يلفش تاني تمام. دي صور الاي بي عادي خالص تمام. ده اي بي ومعاه هيت وده اي بي ومعاه تمام. اللاترال العيان دي بيبقى طبعا سوباين برضه. الهيت والمين بيبقوا فليكسد. بحط اللاترال اسبيكت بتاع الصاي على الكاسنت تمام. يعني هو العيان هيبقى نايم وهنحط الكاسنت تحت رجله. برضه نفس الكلام زي ما احنا قلنا هنحاول نجيب الني جوينت وبرضه او نحاول نطلع فوق. بس هو غالبا انت في اللاترال هتجيب الني جوينت طبعا. ده الفيو بتاعنا اهوت ماشي واضح طبعا. يعني في من الحاجات الكلاسيك اللي ما فيهاش كلام كتير وده الفيوز ايه بتاعتنا مره جايه بالهب ومره جايه بالايه المين تمام. المين جوينت بقى احنا عندنا ثلاثه بوزيشن بيزك الاي تي واللاترال والموديفايد تي اللي هو الايه الطالق او الايه اللي انت عشان دي انت بتضيع الماتش طبعا. دي طبعا الاكس ري بتاعتها بتتعمل بيزك في كل حته يعني من اكتر الحاجات اللي بتتعمل من دي بيزس عشان طبعا تروما عشان يعني اوستيوارثرايتس او يعني خشونه في المفصل. ممكن مثلا لو بدور على تشيومر لو بدور على انفلاميشن ده اللي هو العادي يعني الانديكيشن بتاع كل حاجه تمام. الني جوينت من الجوينت بتتكون من 3 بونز تمام. بس هو في بونه رابعه بشوفها بس هي ما بتشاركش معانا المفصل جوه نفسها تمام. هي طبعا انا عندي بيستقل الفيمر او هي نهايه عظمه الفيمر ونهايه عظمه الفيمر دي بتتكون من حاجتين تمام. بنسميهم كوندايلز ماشي. الكوندايل اللي هو مثل ده تمام. كوندايل احنا عندنا طبعا عندنا واحده ميديا وعندنا واحده لاترا وبعد كده عندنا حته في النص. الحته اللي في النص دي بنسميها ايه انتر كوندايلر مونش جميل. فاحنا عندنا ايه ميديا كوندايل واسر كوندايل انتر كوندايلر مونش واللي ورا ديت ايه تمام. وبعد كده عندنا التيجر. التيجر طبعا برضو بتتكون من ميديا تيجر بلاتو والاكثر تيجر بلاتو. البلاتو دوت كلمه يعني ايه منحدر تمام. فالحته اللي بتتوصل مع التيج من التيجر في الفيمر تمام بنسميها ايه بلاتو ماشي. فالناحيه الميديا بتقول عليها ميديا تيجر بلاتو والناحيه الاكثر بتقول عليها ايه الاكثر تيجر بلاتو. عندنا في حاجه في النص كده بتبقى متكرره اسمها ايه تيجر سباينز. سباينز يعني شوكه تمام. تيجي الاسباينز دي بيبقى شكل شكل فيها ايه؟ الصليب الاي سي ال والاي سي ال تمام؟ اللي هما الانتيريو كروشيت ليجامنت والبوستيريو كروشيت ليجامنت. كروشيت يعني صليب تمام؟ بعد كده ايه عندي الجزء بتاع الفيديا تمام؟ الكومبايل بتاع الفيديا برضه يعني انا بقول دي هتقدر الكومبايل وبقول دي ميزيا الكومبايل بس الجزء اللي بيتمفصل بسميه ايه؟ بلاتو. وبعد كده تيجي الشكل تمام؟ الفيبيولا بتتوصل مع الكيبيولا تمام. بس ما بتتوصلش ايه فوق يعني ده نوصل لوحده تمام. ده اسمه تيبي فيبيولا ايه ارتكيليشن تمام او تيبي فيبيولا جون بروكسيمال. تيبي فيبيولا جون بروكسيمال يعني ايه قريب من الجسم. يعني كل ما اقول بروكسيمال يعني مثلا الفيمر بروكسيمال للبوز
وبعد كده اللي تحت ده يبقى ديست. تمام. ال الكتيبيا بروكسيمال للفيمر والكالكينيوس ديست. فهمنا قصه بروكسيمال ديست. تمام. ااا متهيألي الحاجات اللي موجوده دي كلها احنا قلناها خلاص. حد عامل سؤال في السؤال؟ حد مش فاهم حاجه؟ الكتيبيا اللي هو الجزء اللي بيبقى في الحلقه يعني شايف صح؟ ميديا تيكال بلاتو هو مشاور على ايه؟ على الجزء ده. تمام اللي هو الاوكيلار سيرفيس. تمام؟ وتحت اسمه بلافون. عشان لما اوصل لتحت يعني اللي فوق اسمه بلاتو وتحت بلافون. المودفاير ايه؟ كلمة المودفاير تحت لا يعني الوضع تحت ثاني. ايه الفرق بينهم وبين العادي؟ لسه وصلنا. هنتكلم في الاخر. الديل عادي طبعا البيشنت بيبقى سباين او هو قاعد يعني ممكن يبقى قاعد يفرق بينه خالص. البوست ليكس بيبقى اكستندد الافكتد دم بيبقى برضه سنترلايزد عشان الاكلة تبقى ايه في النص يعني بيبقى فيه شويه انترنال روتيشن مش هيسيب العيان في الاتوميك بوزيشن بتاعه. الناس بيبقى محطوط في السنتر بتاع الايه؟ اني. تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا طبعا فاسد خالص. في بعض الاحيان انت ممكن تحط حاجه عشان تعمل بس ايه سبورت الايه الفود بتاعت العيان عشان انت محافظ على الوضع بتاعه وخصوصا لو هو ايه لو هو قاعد سباين لو هو قاعد يعني ستد مش نايم خالص. السنتر بوينت بتاعتنا انش واحد تحت الايبس بتاعت الباتيلا طبعا الايبس اللي هي ايه قمه الباتيلا تمام بحسها بايدي تمام وبنزل تحتيها بوصه واحده والشعاع بتاعي بيبقى ايه عمودي على الايه على الباتيلا تمام. احنا كده خلصنا الاي بي كلاسيك وما فيهوش اي مشاكل. بعد كده نتكلم على لاتر فيو. لاتر فيو بيوضح لي الباتيلا احسن تمام. العظم بيبقى طبعا الاثنين كلايز بيبقوا راكبين على بعض بس هي الباتيلا بتبقى اوضح وطبعا الشهاده طبعا لو في اي تيومر او اي حاجه هتبان تمام. والجزء اللي فوق ده غالبا ده اللي بيبقى فيه ايه الديفيوجن او الارتشاح اللي بيبقى في الركبه تمام. فانا لو لقيت الصوت تشو شادو هنا واسع فشوف ان في ايه ارتشاح في الركبه فبطلب له ام ار اي او اعمل له حاجه ثانيه عشان اتاكد ان الارتشاح ده. زي ما احنا قلنا دي فاتله تمام ومشاور هنا على صوت تشو شادو. صوت تشو شادو دوت بتاع عضله اسمها كوديسكس تمام. في عضله فيها هنا بتبقى متكونه من اربع عظام تمام. الاربع عظام دول بيضموا مع بعض ويعملوا ايه رباط او التمبل تمام. التمبل ده بنسميه ايه كوديسكس. طبعا السوفت تيشو شادو دوت على فوق اوضح واكبر فبسميه ايه مصر يعني هي مصر ورايحه لايه للتنزل تمام. دي الباتيلا المفصل اللي ما بين الباتيلا والفيمر يا جماعه هو ده برضه المفصل اللي ما بين الباتيلا والفيمر بنسميه ايه باتيلا وفيمر ايه جوينت تمام. زي ما احنا قلنا احنا عندنا ميكا فيمر كومبايل ولاتر فيمر كومبايل. ده برضه فيه رباط زي ما احنا قلنا فيه رباط فوق فيه رباط تحت تمام. الرباط ده تحت الايه؟ الباتيلا بنسميه انترا باتيلر ايه؟ تمام؟ انترا باتيلر وفي جزء بيبقى مليان فات او دهون ورا الجزء ده مثلث كده جزء المثلث ده بنسميه ايه؟ حفاز بالو فات. هو انا يعني انا بس بسمعكم الكلام بس عشان ايه الدكتور عصام لما يجي ايه؟ عنده ايه الانتس بتاعته ولا هو تاني احنا قلنا في عضله فوق العضله دي بتتكون من اربع رؤوس ماشي اسمها كوادسيس ماسل. الاربع رؤوس دول سهلين خالص ماشي. واحده يعني اسمها مش هتكرر اسمها ريكتوس فيلس تمام. وثلاثه زي بعض اسمهم باستس. واحده ميديا بنسميها باستس ميديالس واحده لاترال بنسميها باستس لاترالز واحده في النص بنسميها باستس انترميديالس تمام. الكلام ده عشان ايه لما الدكتور عصام يستاذن يسمعوا الكلام مره كمان ماشي. اللي هي العضله ذات الاربع رؤوس ماشي بتكمل تندون فالتندون ده كده ماسك من باتيلا من فوق اسمه ايه؟ بروفيسيف سيرفيس. جميل. قلنا دي باتيلا وقلنا المفصل اللي في النص اسمه ايه؟ الباتيلا وفيمورال جوينت. جميل. في بيبقى في رباط ماسك من الباتيلا ورايح للتيليا اسمه ايه؟ انترا ليجمنت او تندون تمام؟ هو ليجمنت او تندون عموما. بعد كده في وراها جزء فات بنسميه ايه؟ هو فاسفاتو فات تمام؟ وبعد كده بنيجي على جزء الارتكيوليشن احنا قلنا الجزء اللي مفصل فوق في الكيبيا اسمه ايه؟ بلاتو تمام؟ على الناحيه الميديا الميديا تيكت بلاتو على الناحيه الاخرى اسمه ايه؟ لاتر تيكت بلاتو. بيبقى في جزء بارز في الكيبيا من قدام ماشي؟ اسمه ايه؟ كيبيا تشيبروستي او هو اسمه تشيبروستي مش تشيبروستي ماشي؟ او بيبقى في جزء من قدام هنا اسمه تشيبروستي. الجزء ده ساعات في الاطفال
خالص وقليل بيبقى ايه بحس ان هو مش لحم في الايه الفتيك تمام ساعات بحس ان هو متكسر كده ده بيبقى عشان بيبقى في مرض اسمه الشتر دي سيبك من اسم المرض يعني بس هو ايه في مرض دي في الحته دي عشان كده انا قلتها مرض في الحته دي بنخلي الجوبك ده او النص ده مش لحم في العظمه دي وبنسميه ايه اوزج الشتر دي سيبك هو الاسم تمام بس هي بتبقى موجوده في الولاد الصغيرين او الشباب الصغيرين لحد 20 سنه دي طبعا الايه الفيديو تمام وده بقى ايه الفيجوال جميل واضح مش هتشوفهم في الاكس راي برضه لا مش هتشوفهم في اللاترال حتى يعني انت عايز تتخيل منظرهم يعني احنا بنشوفهم في السيرجيكال ام ار عشان انت بتخطط وتجيب الحته اللي في النص يعني انت بتجيب انت الفضاله بينهم في الام ار انما هنا حجمه كله راكب في بعض فانت مش هتشوف حاجه يعني هو اي سي ال بيبقى ماشي كده والبي سي ال بيبقى ماشي كده تمام يعني اي سي ال كده والبي سي ال جميل طبعا صور الام ار بتبقى واضحه يعني بس انا ما قلتش يعني ايه كده كده الام ار يعني هيتاخد ان شاء الله تمام واضح الصوره دي اللاتر طبعا العيان بيبقى صفاين تمام الهيب والني برضه فليكسد الناحيه السليمه بتبقى قدام الناحيه السليمه تمام يعني هي الناحيه انا اسف بس الناحيه السليمه هتبقى قدام الناحيه المصاب تمام بعد كده هتحط طبعا اللاترال اسبكت بتاع الني على الكاسيت ماشي وتتاكد ان الايه التيبيا نفس الخط مع الايه مع الفاتيلا عمودين على الفم تمام نفس الشكل تمام يعني دي الرجل السليمه ودي الرجل المصابه انا عامل فليكشن الني تمام واللاترال اسبكت بتاع الني على الايه على الكاسيت بتاعي جميل واضح السنتر نعم مفيش زاويه يعني ما بتاخدش زاويه الانجل بقى بتشوف ما بتاخدش زاويه تمام انت السنتر بتاعك عند الميديال ايه الليبيال فيزيكال كومبايل الزاويه 90 او 45 تمام اي اساس بقى وراه يعني بتبقى زاويه زياده ماشي كده وراه بتبقى صعب هو صعب على العيان كده اسهل يعني هو كده اسهل على العيان انت تعمل له الوضع ده وانتوا اكيد جربتوا يعني يعني انا مش هقول لكم دي اللقطه بتتعمل ازاي تمام يعني انتوا اكيد كلكم جربتوا يعني انا باكد بس على الاناتومي وباكد على الوضع اللي هو ايه البيزك يعني انتوا لازم تعرفوا البيزك يعني ايه هو انا مثلا لما شغال في مار ببقى شغال حاجه اللي موجوده في الكتاب او مثلا وانا مثلا بعمل ام ار ببقى مثلا عملت حاجه وجربت حاجه كذا مره ولقيتها كويسه فبقول لي مثلا التكنيشن اللي شغال معايا مثلا اعمل لي السيكونس يقول لي بس ده ما يتعملش ده تمام بس انا جربته ولقيته كويس تمام فخلاص ما دام جربت حاجه ولقيتها كويسه وما بتضرش البيشنت وبتطلع الاوبتيمال او بتطلع كويس بيبقى ايه بتبقى عامله وبتبقى حافظه وبتبقى شغال بيه بس انت عارف ان ده مش البيزك مش باد لايف بارت يعني ايه انت يعني انت وانت شغال بره انت كل حاجه باي بوك يعني ايه الكتاب تمام انت لا انت الوضع ده بيتعمل 1 2 3 4 تعمل 1 2 3 4 عايز تطبق حاجه جديده بتكلم بقى ايه الدكتور اللي معاك وتقول له انا عايز اعمل كذا وبقى ريفيو كذا وبقى شكل كذا تمام بحيث ان كل حاجه تبقى ايه تبقى اوبتمايز او يعني تبقى ايه يعني على سكه 10 سنين تمام وانا شغال في مار يعني انا شفت الليفر كده لا الكتاب بيقول كده لا انا هعمل البروك كده عشان اشوف الليفر ايه زي ما انا عايزه او اشوفه احسن فهو زي ما انا قلت لك انت معاك العيان ومعاك الوضع بتاعك جميل عايز تحط رجل ورا عايز تحط رجل قدام حطها زي ما انت عايز بس الدفتر اللي يطلع لطشه تمام يعني ميديال فيمورال كونتاير والدفتر فيمورال كونتاير راكبين على بعض ما تبقاش واحده جايه كده وواحده جايه كده تمام ويبقى ايه الفيو بتاعك مظبوط يعني هو مشكله اللطشه دي او يعني هو المفروض مش مشكله بس ساعات ايه تيجي تلاقي الفيلم جاي لك ازاي الكونتاير دي راجعه ورا كده اهو الكونتاير الثانيه اللي قدام ما هو ده مش لطشه ده اوبليك تمام فهو الصح صح اعمل الفيو بتاعك صح وطلع الصوره بتاعتك زي اللي موجوده في الكتاب واعمل اللي انت عايزه هات رجل العين ورا هات رجل العين قدام بس طلع لي الصوره زي ما هي ايه؟ تمام؟ ده التونل فيو تمام اللي هو ايه البوتوناي دي بي هو الفكره فيه ان انا باين الاناتومي ده شايفين الاناتومي ده؟ اللي في النص ده تمام؟ دي تيبيال سباين زي ما احنا قلنا ماشي؟ هما اتنين تيبيال سباين ودوت اللي انت كنت ضايع فيهوش وبقى وراهم الايه؟ الباتيلا. طب ايه البون اللي في النص ده؟ ده غالبا لوز بودي. ما هو انا بعمله عشان كده. لوز بودي يعني ايه؟ يعني حته من
حتى من فيما مثلا كان في اوستيوفايت وحتى مثلا اتكسر الاوستيوفايت والاوستيوفايت دي اللي هي بتبقى في الهجوم المفروض ان الحفره دي مش فيها حاجه. الحفره دي ضعيفه ده لو لقيت فيها اي عظم من العظمه دي ممكن تكون مكسوره، ممكن العيان مثلا كان عنده تشونه جامده وفي التشونه دي يبقى فيها جزات، تمام؟ الجزات دي بنسميها ايه؟ اوستيوفايت. الاوستيوفايت دي ممكن تكون اتكسرت بقى في الايه؟ في الحفره دي، تمام؟ فبعمل الفيو ده عشان كده، عشان ابين الحته الايه؟ اللي في النص اشوفها هي مشكله ولا لا، واشوف دي ريسبوند. ليه؟ ليه ريسبوند مهمين جدا؟ عشان زي ما احنا قلنا الاي سي ال والبي سي ال بس فيه، فساعات في حالات الكروما الاي سي ال والبي سي ال بيتنزع ويقوم ايه؟ اتكسر معاه الايه؟ العظم، تمام؟ بنسميها فالجر فراكشن، تمام؟ فالاناتومي زي ما احنا قلنا اول حاجه الفيمورا كونتايلر موتش الديكن سباين والفيمورا كونتايلر سيبس. الكونتايلر سيبس قصده ايه؟ الجدع، تمام؟ اللي هو السطح نفسه، يعني في مشاكل ولا لا، في كسر ولا لا، جميل؟ بنعمله ازاي؟ هو احنا لينا طريقتين بنعمله بيهم، تمام؟ انا عيان ممكن يكون قاعد وممكن يكون ايه؟ تمام؟ لو العيان قاعد هيعمل فريكشن للايه؟ للني 60 درجه، تمام؟ والسول، السول اللي هو بطن الرجل يعني هيكون ملامس للايه؟ للترابيزه، جميل؟ هجيب الشعاع بتاعي بنزل سنتي واحد بس تحت الباتيلر ايبكس، يعني بجيب اللي هو اعلى حته في الباتيلا بحسها وانزل تحتيها سنتي واحد، والزاويه بتاعتي بتبقى 90 يعني 110. واضح؟ بس انت بس كده الكاسيت كده طالع، نعم كاسيت كده كاسيت هو الجوب الكاسيت اصلا مفيش. اه ما انا بتكلم على ايه؟ ماشي يا عم، بس الكاسيت نايمه عندهم ليه؟ تمام. ال البوم طبعا اللي بيتعمل ان انت ايه العيان بينام طول، ماشي، الساي والني نفسين الترابيزه والليج بتبقى فليكس، بتعمل ايه؟ 30 درجه مع ايه؟ مع الترابيزه، تمام. برضو الزاويه الانكل السنتر بتاعك بيبقى 1 سم تحت البتيلر ايبكس، انت طبعا بره مش هتعرف تحس، تمام؟ فهتعمله ازاي؟ في طبعا في الحته اللي ورا ديت، الحته اللي ورا دي بنسميها ايه؟ البوبليتيه الفصل، الحته اللي ورا الفاضيه اللي هي ما فيهاش عظم دي بنسميها البوبليتيه الفصل. البوبليتيه ديت عشان الارتري والبين اللي ماشيين فيهم اسمهم بوبليتيه، تمام؟ فالجزء ده بنسميه البوبليتيه الفصل. البوبليتيه الفصل دي طبعا اي حد عارف ان في كريز جوه، كريز يعني ايه؟ خط، خط جوه اللي يعني ايه؟ يعني انت لما بتدي ايدك كده الحته اللي في النص دي اسمها كريز، تمام؟ لما في تحت في الاجزله في حاجه اسمها كريز، ماشي؟ فالخط اللي هو اللي بيبقى في السوفت تيشو دوت بنسميه كريز. انت بتبقى ايه؟ عند الكريز دوت بالسنتر بتاعك، وتجيب الايه؟ الكيوب بتاعتك اودل والدرجه